أنا عمري ما اعتمدت عليكم قبل كده، بس جه الوقت اللي أقدر أقول إن أنا معتمد عليكم بجد. تلاش يا بابا، إن شاء الله هنكون على قد المسؤولية. أنا بكلم الحميرة حبيبي. إن شاء الله الحميرة هتشرفك عم عيد. بس دلوقتي أنا عايز أفهم إيه اللي هيحصل بقى، إحنا هنجري الحمير ونشجعهم من بعيد؟ لا يا حبيبي، مسابقة جري، أنتوا هتركبوا الحمير. عارف الفروسية؟ طبعًا عارفين الفروسية. أدي الحمورية. اللي قدامك ده أول جمهورية حمورية. إيه ده؟ أنت ركبت حمير قبل كده؟ لا، هي كانت مسابقة معلومات عامة وطلعت أول جمهورية حمورية. أنتوا يا أولاد لازم تكسبوا المسابقة دي، أنا جايب لكم حصانين أعز حصانين عندي، دول أنا واخدهم هدية من أحمد السقا. بس دول حمارين يابا. دول حصانين، أنت هتفهم أكتر من أحمد السقا. لا ما صح. خلي بالك، ده بيرقص كويس قوي. بيرقص؟ بيرقص إزاي يعني يابا؟ أيوه، مش حمار عربي أصيل، لازم أول ما تجري بيه كده يرقص ويشغل اللي جنبك وأنت تسبق المسابقة على طول. أبا أنا اللي راكبه. أيوه، ده بقى كان كلب، راح لأحمد السقا اشتغل عليه وحوله من كلب لحمار. مكافح. أيوه. طيب دلوقتي إيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيكسب إيه اللي هيحصل؟ هياخد نقط. قطرة؟ موجودة في الأجزخانات ليه مسابقة. طب اركب اركب. اركبوا خلينا نخش. ما تقلقش عم عيد، ما تقلقش. اتفضلوا. ربنا معاكم يا اولاد. ان شاء الله.